الوالدية كيف ما شفتو مهم انتم معايا شفتو الاجواء وهادشي كامل تبارك الله كلشي داير زوين كلشي داير كيف ما بغيتو اكثر من داكشي اللي بغيتو المهم انا راني بالضبط لحقاش عييت واحد شويه يلا دابا غنحطو الماكله مرحبا بكم Oh,
عاش خير ويعطيها ليه. وليداتنا وليداتكم الله يبارك فيهم في عمرهم ربيتهم نباتا حسنا. لالا الحاجة سيدي الحاج الله يجعل العمرة ديالهم عمرة مقبولة، عمرة مقبولة إن شاء الله، سعيا مشكورة وتجارة تبور. اللهم تقبل منهم الطواف والسعي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظهم في صحتهم، اللهم احفظهم في سمعهم وفي بصرهم وفي بصيرتهم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين، اللهم إن كان رزقهم في السماء فأنزل، وإن كان رزقهم في الأرض فأخرج. الله يجعل رضا ديالهم خطر السرع للوليدات ديالهم والحفيد ديالهم إلى لقاء الله. نسأل الله تعالى يجعل هذا المجمع رباني والتي تجمع فيه الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياك رفقي بس سبعكم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما حوله لهفة الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن سيد ربك ذكرنا في ملأ أحسن من الملأ. نسأل الله تعالى الحضور كريم جميعا. اللهم عشر الخطوات وارفع الدرجات وامحو الزلات يا فارق الحب والنوى، اعتل كل منا ما نوى وفوق ما نوى، مع الصحة والعافية والألطاف الخفية. ما نساوش لله خديجة لله دجا، هي كانت سببا في اجتماع الأحباب كاملين. الله يجمع لها كل خير يا رب، دي الخبيزة كاملة أرضوا عليها وعلى الحاج أرضى على البنيات آمين. الله يوفقها كاملين دي، الله يوفقها آمين. أنا راه شو الدنيا شو الداخلة الله دعي 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 آمين. الله يزيدها بالفضل آمين. الله يعشر الخطوات ديال هاد الجمع يا ربي يا ربي. هاد العائلة اللي كنتصرفوا بها الله يجزيهم بخير ويكرمهم جميع الكرم، الله يرضى عليهم جميعا آمين آمين. الإمام المتقي من قد طلبه ربي، من قد طلبه ربي. من قد